إيمان رفعت، مدير عام فرع الجهاز المحوي الأمي وتعليم الكبار. هو البروتوكول اللي تم توقيعه النهارده مش وليد يوم وليله، احنا بقالنا اكتر من 5 شهور بنعمل تحضير البروتوكول ده، بحيث ان هو يغطي، مش يغطي بس جامعه القاهره او العاملين في مع جامعه القاهره، لا ده يغطي الاماكن المحيطه بالجامعه سواء بين السرايات او عشان الدقي او الجيزه نفسها. والحمد لله ان احنا توصلنا للبنود المشتركه بيننا وبين الجامعه، واحنا قدمنا حافز لكل ده مدرس يمحي اميه واحد ام هياخد 200 جنيه بالاضافه ان الجامعه زودت كمان 100 جنيه من عندها. الموضوع ده طبعا يمكن يعني ممكن يكون عادي في اي مكان، انما لما تكون الجامعه متبنيه او في بروتوكول الجامعه حطناه وفي رعايه من الجامعه لهذا البروتوكول، ده بيدينا مؤشر صحي جدا ان دلوقتي محو الاميه ما بقتش قضيه فرديه او قضيه بيئيه، بقى قضيه قوميه. بيثبت فيها ان احنا كلنا في حاجه ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، سواء كانت جامعات او مؤسسات مجتمع مدني او احزاب، عشان نقدر نرجع للقضيه اللي بعتبرها قضيه سياسيه من المقام الاول.